مرحبا للجميع، باسمي وباسم زملائي بنقابة أدلة السياحة بشكر مشاركتكم معنا الليلة. بشهر أدار رح يكون عنا أكثر من لقاء عبر زوم، بنعلن عنهم طبعا تباعا. أول لقاء حيكون يوم الاثنين بأول أدار مع دكتور أمين جول اسكندر، اللي رح يحكي لنا عن الإبادة المجاعة اللي صارت بجبل لبنان بين 1914 و1918. أما الليلة لقائنا مع دكتور هدى نعمي، أستاذة جامعية وعميد سابق لكلية الفلسفة بجامعة الروح القدس بالكسليك. حاليا دكتور نعمي أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية بجامعة الكسليك. ميرسي كتير لحضورك ولوقتك دكتور هدى نعمي. مبسوطين أنه عم نلتقى معك لثالث مرة، على أمل أنه هاللقاءات تتكرر كمان، لأنه كل مرة عن مرة عم نتأكد ونشوف قديش نحن عن جد بحاجة بهالأيام الصعبة على أكثر بأكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد، بحاجة أنه نسمعك عم تضوي على فكر، على قيم إنسانية عظيمة، قيم عابرة للطوائف، عابرة للانتماءات المختلفة وعابرة للحدود، قيم بسيطة جدا يعني مثل الأخوة والتسامح والمحبة والعيش المشترك، بس هي كمان أيام عظيمة. ولأنه مثل ما بقول المثل اللاتيني، النور بيجي من الشرق، رح تحكينا الليلة عن المشرقية وأصالة العيش المشترك. تفضلي دكتور نعمي، مشكورة والكلام لإلك. مساء الخير جميعا. أنا صار لي سنين طويلة بحاضر، كل ما بدي بلش عندي ايموشن قوية بتروح لها بشي 30 ثانية وبرجع بعدين بقلع. أول شيء اسمحوا لي حضرة السيدات إليسار بعلبكي، مارسيل صليبا، والسيدة نور حداد من المنظمين. بحب أقول لكم إنه بزمن تفشي الكولتور دوماس، ثقافة الفاست فود، أنتو أقوى من كل وسائل الإعلام الموجودة بالبلد ومن كل الصحافة، ومش رح استحي لكم من كتير من مراكز تربوية لأنكم عم تشتغلوا لتخلوا المواطن اللبناني الكريم اللي عم يجي يسمعكم يسمع أصول ويعرف. أنا بهيكم، وإذا في جنيرو بيقولوا هيدا جنرال الحرب اللي ربح، أنا رح أقول أنتو جنود مع المقاومة الثقافية بلبنان وبهنكم. وقبل ما بلش بالموضوع بدي رحب بكل شخص عم بيضيع من وقته تيسمعنا، وحاب اقولكم لانه كلمة المشرقية احيانا بتنقز، ولكن هلا بتشوفوا رح نظهر بتفاهم جدا كبير. حاب اقول لكم قبل البدايه انه انا بتبع بعض الحلقات اللي فيها سياحه بايران وبايطاليا بروما ويمكن كمان باسكندنافيا، ومع الجهه اللي شفتوها نهوي فيها عقلنا ونغير يلي بيعتبر حاله انه ما بيتغير، ونأكد على انه بس نهوي عقلنا كثير اشياء تتغير. نحن اذا نظرنا لحياتنا بنعتبر انه من اللحظة اللي بنظهر فيها من رحم امهاتنا للعالم هيدي ساعة مجيئنا، وإن عمرنا بيخلص لما منظهر من العالم لرحم الأبدية وعمر الطويل للجميع. بين لحظة المجيء والرحيل اللي بينحصر عنا العالم إنه هيدا المعرفة هون، هيدا الزمن هون.
وقد ما يكون عمرنا طويل بيبقى قصير، فأهم شيء بالدنيا تبقى الصحة، وأهم صحة هي العقل. وكلنا كلنا لازم اليوم نحاول ما نخلي حدا يأكل عقلنا ويعودنا على استعمال أفعال مثل قال وحكي وروى وكل كلمات مضحكة، مثل مثلا عرفنا من مصادر موثوقة، وما حدا تينقل المعرفة بيستعمل فكر فعل فكر حس فتش تقصى اكتشف اتبادل مع الآخر وعرف وارتقى. لهالسبب المشرقية هي سفرة بماضينا، هي لقاء معكم تنفتح النوافذ كلها، مثل ما تفضلت وقالت ست مرسال النور من الشرق، فمن أرض الشمس والنور من المشرق، من هون إن المشرقية هي نوع من إخراج الألماز الحياتي وألماز الحقيقة والمعرفة، لأنه بدا يربحنا جميلة الحقيقة ما بتنحصر بعقيدة ولا بتتحاصر. كمشي قيم من عندياتنا تنطهر الذاكرة، نستعيد أخلاقياتنا. رح أقدم لكم بعض المصطلحات يلي بتشكل قاموس حياة المشرقيين عبر الزمن. مثلا من جمال أخلاقياتنا ضبط النفس، القناعة، الحلم يعني الكليمانس، الوقار، الود، المحبة المعتدلة، الرحمة، الوفا، الأمانة، كتمان السر، الصدق، الصبر عند الشدة، الشجاعة، ومن أهمها المنافسة الشريفة. وهلأ بدأ أنا وياكم اللقاء. المشرقية أصالة، وهي أصالة للعيش المشترك، فرح نمشي سوا بالمقدمة. بالمقدمة عم بسأل أنا، نحن اليوم بدنا نبحث سوا عن الذاكرة، لماذا؟ حتى نأسس لمشرقية معاصرة، مشرقية بتقوم على تحديد عيش مشترك أصيل، بمعنى ما في تزويب بالكيانات المختلفة، بل في تشكيل نسيج من تفاهم الأضداد، من تناغمهم ومن تشجيعهم، بدل التقاتل على التلاقي والتواصل، ببيئة اجتماعية بتكون معافاة من غريزة العنف ومتنعم بالسلام العالم، بالسلام القائم. بتمنى عليكم ترافقوني القائم على مبدأ اتحاد الحياة بالله، ولما بتتحد الحياة بالله ما بحق لي أنا ولا لأي سبب اقتل حياة الآخرين. رح اتفهم معكم على مصادر اسم المشرقية الجغرافية أولا، وبعدين الإنسانوية والمنح المسيحي والمنح السياسي وإلى آخره. بالعصور الوسيطة الغربية يعني بالكالندريي موياناج أوكسيدنتال، استخدمت فرنسا اسم المشرق لتحدد به الأراضي المتوسطية. بهيداك الزمن كان المشرق يعني، إذا هيدا اسم أخذته فرنسا
بمعنى لو لوفون، أخذته عن الإيطاليين اللي كانوا يستعملوا اسم ليفانتي على كل الأراضي اللي بيشرق فيها النور نسبة إلى الشمس، إلى المناطق يلي بتشرق من الشمس، ومن هالتحديد إجا اسم مشرق. فلما كانت بالعصور الوسيطة لفظة ليفانتي تشمل، انتبهوا، اليونان، الأناضول، سوريا التاريخية. لما بنقول سوريا التاريخية يعني الأرض الممتدة على مساحة لبنان وسوريا اللي بنعرفها اليوم والأردن وفلسطين التاريخية وصولاً لحدود الرافدين ومصر والأراضي المرتبطة بالبندقية مدينة فينيس. بعدين لما صارت العالم التجاري يتغير، العالم السياسي يتغير، تاخدت كلمة الأراضي المتوسطية المنيان الممتدة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط Eastern Mediterranean، وبطلعتهم لبنان وسوريا، يعني أقل من سوريا التاريخية، ويعرف عن باللغة الفرنسية بدولتي المشرق Les États du Levant. اليوم بتسمعوا مثلا اليوم بالدولة الإسلام في العراق وبلاد الشام. بلاد الشام مع الحدود الرافدين هن Les États du Levant، يعني كل الناس من أيام العصور الوسيطة حتى من الأمبراطورية الرومانية. بحب لكم أرض النور كانت الأرض اللي بتستقطب العالم لحتى يجوا باحتلالهم عليها. ألف الأسباب. فيما بعد أطلق العثمانيون اسم المشرق على كل البلدان العثمانية الناطقة بالضاد، واستثنوا الأناضول. أما علماء التاريخ والأثار فقالوا إنه المشرق جغرافياً بيمتد بين جبال تورس والبحر الأبيض المتوسط، وبعدين من وراء أمور سياسية وتقسيمات جغرافية اقتصرت لفظة المشرق بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية على جغرافيا الشرق اللي اتخذ بالأول اسم الشرق الأدنى، وثم أخذ اسم الشرق الأوسط واللي فيهم لبنان سوريا والأردن وهلأ العراق، كان قبل الحدود حدود الرافدين. هون بحب لكم انه هيدا الـ الواقع، هيدا اجا تقسيمي وما اجا مخلص لما نسميه سوريا التاريخية. خامساً، إذا وصلنا لهون إنه هاي هي الأرض المشرقية اللي هلأ كان من منتصف القرن الماضي لليوم هالقد معروف، إذا بنرجع بالتاريخ لورا شوي منلاقي إنه إذا بدون يعملوا الشرق الأوسط الكبير بيرجع بتفوت منه شقفة من تركيا، ما بيفوت الكوكاز بس بتفوت محتمل تفوت في إذا كوندوليسا رايس بعد كون فايقين لا إيران. فإذا ساعتها بيصير الشرق الأوسط الكبير غير لغران ويان وريان، غير الشرق الأدنى وغير الشرق الأوسط، وبيطير منه لولوفان جغرافيا، ومستحيل يطير منه تاريخيا طالما نحن موجود. الاستنتاج، المشرق هو بقعة أرض قايمة على مساحة البلدان السريانية أصلا، ويلي مع انتشار الإسلام دخلت شعوبها بالديانة الجديدة تدريجيا وتفاعلت مع مكونات حضارتها، ومعه صارت المشرقية انتقافة
التواصل الإنساني فوق مدى الدين السياسي والعرق واللغة. ولو منقول أنه بتاريخ المسيحيين صار في حروب صليبية وبتاريخ المسلمين صار في حروب ضد المسيحيين، هذه الأمور وهي صحيحة، لكن التاريخ هي أقصر جداً من أزمنة التعايش وما قدرت تقضي على التعايش لسبب أجمل ما فيها إنه روحها مش ضبابية، روحها مشرقية، اللي هي المشرقية هي الروح، هي الروح اللي فينا فاتنة إذا بدكم، وهي معاكسة ومضادة للحركات الإنعزلية والأصولية والظلامية والعنصرية والتزمت الديني، وضد نهج العين بالعين والسن بالسن. من أين؟ منين قلنا هيدي الروح؟ هيدي الروح عدا إنها هي روح مشرقية عتيقة، هي كمان روح نفحتها مدارس النصاطرة واليعائبة ومراكز العلوم السريانية، يلي هي هيدي مراكز خاطبت إرث أتينا الفكري. مين وما بيعرف أتينا علمت العالم لليوم، وهي إرث الإسكندرية يلي هو حضن كل العقل المتوسطي كنموذج عابر للحدود، عقل مي، عقل متوسطي، عقل عنده بدماغه اشياء بتفرح للدنيا، لانه خاطب اتينا والاسكندريه والارث الزردشتي الفارسي المبني على العلم الاخلاقي وعلى مفهوم الخير والشر والنور والظلمه، وارث الحكمه الهندوسيه وارث الحكمه الموزيه، وأبعد من اثنين إرث مصر القديمة الفرعونية، الإرث الهرمسية اللي هي كانت قابضة على كل المعارف السرية، وإرث الحضارة اليهودية والإسلامية والحكمة المشرية المتعالية إلى آخره. نحن مثل ما قال كتار من المفكرين قبلنا، مثل ما قال بآخر كلام لإله أمين المعلوف، نحن مزيج من، مثل ما قال روني حبشي، ومثل ما قال شارل مالك، ومثل ما قال غيره، نحن دماغنا مصنوع من مجموعة هائلة من الورثة الحضارية يلي انطلقت من المشرق وعبت العالم. إن بنائنا لوين رايحين مع المشرقية؟ المناخ المشرقي هو تفاعل بين الديانات والتيارات الحضارية والثقافية، هو إرساء لحضارة الشراكة، لحضارة المصالحة، هو حضارة جامعة ليلي كان وليلي هو هلأ وليلي رح يجي في مسالك فكرية منفتحة. هو هالمفهوم بشكل حديقة للأنوار المشرقية التي نعمل فيها في إنضاج العقل المشرقي اللي هلأ عايشينه والمأزوم. هيدا العقل المشرقي هلأ من شي 50 سنة هيدا بدنا نرجع نصلحه ونرده لجذوره. هيدا مأزوم اليوم غصب عنه، فعنا كل الترف اليوم انه نرجع نرده الى اصوله. هو الطريق اذا بدكم تنهدم الاسوار الوهمية بين الانسان وخيو الانسان، ونرسي كلنا سوا ديانة محبة، ونرسي لاهوتانية القريب
ونحترم مبدأ الحياة. رح نوصل لنقول ليش. رح ناخذ المشرقية بهالسيكونس بالمنحى المسيحي منها، وإلكن حق تسألوا ليش مش بالمنحى الإسلامي منها أو اليهودي منها أو البوذي منها، لأنه لفظة مشرقية عن قصد أو عن غير قصد ارتبطت تاريخيا بمسيحي الشرق، وهي ليست حكرا عليهم بس هن انطلقوا بمدارسهم قبل غيرهم بالزمن. فمع الثورة الإسلامية حديثا في إيران وما صدرته من استراتيجية نظام اجتماعي يقوم على الدين الإسلامي وفقا لتعليم الفقه الشيعي، ومع الربيع العربي المقلق يلي شوه مفهوم الثورة وحولها إلى إخوانية وعنصرية دينية، ورفض الآخر المختلف حتى رفض المسلم اللي ما بيفكر مثلي، ومع الانتشار الواسع الأبشع لمنظومة صراع الحضارات اللي أطلقها بالربع الأخير سموئيل هانتينغتون وفرانسيس فوكوياما بالثلاثين سنة من الأخيرة من القرن الماضي، آخر عشرين سنة من القرن الماضي، وروج للغرب كتير، وبالنظر إلى تداعياتها على القرية الكونية بعامة وعلى منطقة الشرق الأوسط بخاصة، اللي صار الشرق أوسط بس بسموه البيئة الحاضنة للهويات القاتلة، يعني excellent matrice d'identité meurtrière. معقولة الشرق الأوسط مهد الديانات السماوية ومهد الحضارات القديمة ومنه شرارات العلم والفكر، ولا نحن مدرسنا ايش كان عن دارس بزمن الماضي مدرسني هون ما علمونا ايهون خطايا مدارسنا وجامعاتنا ايدي. اذا شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة تحول هيدا الشرق لمساحة من العبء والانغلاق، رافقه ضرب من الجنون في الانقضاض على مسيحي الشرق هنا وهناك، وعلى استرجاع منظومة بوصفهم الصليبيين وتهجيرهم من حيث هم، ويواكبه انحراف لا مثيل له في الإسلام السياسي. انتبهوا نحن عم نحكي الديني، ما تقولون شيء ما قلناه، الصورة قدامكم والنص عندكم. لهالأسباب الموجعة، لهالأسباب الموجعة ولهالأسباب اللي بدها تصحيح في تاريخنا، أنا رح لكم إنه بشجع المسيحيين كلهم خصوصا هني ما يحملوا شنطة ويفلوا. لهالسبب لهالأسباب هاي أنا بقول جدد المسيحيون في الشرق مفهوم المشرقية، أولا تيقولوا لإخوتهم في المجتمع المشرقي مسيح الشرقي ليس مسيح الغرب، لا نشأة ولا تنمية ولا انتماء ولا رؤية ولا أهداف. اثنين تيقولوا للآخرين، يعني اللي بدهم يعملوا اليوم دول تيوكراطية ودول دينية وإلى آخره أو دول عقائدية شو ما كانت، تيقولوا لهم نحن منرفض التزويب في كيانات إسلامية تقدم خصوصياتها. كمان تيذكرون أنه إذا اطلعنا على علوم الغرب، إذا اطلعنا على فلسفة الغرب، إذا اطلعنا على لغاته وأنظمته، هيدا ما بيعني خلصت الثقافة، ولا أنه صرنا بعالم التغريب أو بعالم التخلي عن الجذور. ما
ما نحن نطلع على الثقافة الفارسية وعلى الفرعونية وعلى العربية، ونحن أهل النهضة العربية الليبرالية. إذن ما فيكم تقولوا أنه المشرقيين المسيحيين المشرق لا جذور لهم، إنهم جذور. وللتأكيد كمان على كونهم جزءا لا يتجزأ من الشرق على قدم حضورهم فيه، وهيك بتكون المشرقية السقفية هي البيئة الحاضنة بالتساوي لأبناء الديانات الإبراهيمية الثلاث على اختلاف مشاربهم. ابن الديانة كائنا من كان هو ابن ديانة، فأنا ما بقدر أرفض مؤمن، نقدر نرفض متسيس. الواقع اليوم مطلع الألفية الثالثة، تعوا تنقرأ سوا مين بقي من المسيحيين بالعراق من ساعة ما انطلقت عجلة الربيع العربي. اليوم بسوريا المسيحيين ما بيتجاوزوا 10% من عدد السكان. ببيت لحم كانوا بشكلوا 30% صاروا 3%. لما لمح الدستور الفلسطيني عام 2002، يعني دولة بعد ما صارت دولة، بعد أوتوريتين، وإجت وبلش بإدخال شيء من الشريعة الإسلامية في الدستور، فزعوا المسيحيين الفلسطينيين يلي قاوموا مثلهم مثل غيرهم وبقيوا تحملوا البشع والمر، خافوا فلوا قبل أن يبلغ الإسلام السياسي أوجه في دستور السلطة الفلسطينية. ولا يخفى على أحد باب الهجرة المفتوح لنزيف الرحيل بعد أن فاق التصور عدد النازحين السوريين اللاجئين على أرض لبنان. 12. ولكن شو ولكن يعني؟ ولكن بأكد لكم إن المسيحيين المشرقيين مصرون على البقاء في الشرق، إيمانا منهم أن الروح المشرقية لا تهجر نفوس المشرقيين بعامة والمسيحيين بخاصة، ونحن نعقد الأمال على نخبة مشرقية متجددة متعددة المشارب ذاهب لعقد اجتماعي إسلامي مسيحي جديد تكون شريعته يعني قانونه المقاومة الثقافية النابعة من مشرقية روحية عميقة تجري في دمائنا وتكبر في جيناتنا الوراثية من جيل إلى جيل. فأنا المسيحي في نصف مسلم، والمسلم في إسلامه نصف مسيحي، وهكذا نحن المشرقيين. أبعاد المشرقية الإنسانوية، شو إلى أبعاد المشرقية الإنسانوية؟ إلها بعد متجذر بالأرض، وأكيد في عنا عبر الطارق أو المتجذر من أفواج الغزو عبر التاريخ. سألوا لي بعض الناس الساكنين بمناطق الجنوب مثلا منين عندهم بيت كلوت وبيت سنجر، وسألوا المسيحيين منين عندهم بيت ساسي وبيت دونك أن بعد متجذر عبر الطارق ومتجذر من أفواج الغزو عبر التاريخ. عندنا البعد الرؤيوي، عندنا ديمونسيون يعني البعد القاضي على التواطؤ الجهنمي بين الدين والسياسي نصرة للإنسان. أنا رح راجع هيدي. نحن الحكماء بهذا الشرق ومنا قليل، ف
بس عم بيسكتونا ساعة بالبرودة وساعة بالعقائدية وساعة بالتزمت وساعة بالربيع العربي، وعم يقتلونا عبر المساحة المشرقية كاملة. نحن اليوم بدنا نقول لبعضنا لا، نحن عنا بعد رؤيوي بيقضي على التواطؤ الجهنمي بين الدين والسياسي، انه نجي نستعمل الدين انسترومون للسياسي ونقول باسم الله يلا بنمشي او باسم المسيح بنمشي. لا، هيدا التواطؤ جهنمي، ما في دين بالعالم بيقبله. اذا نحن عندنا هالبعد الرؤيوي تنقضي على هالتواطؤ نصرة للانسان ولا للعقيدة ولا لشي تاني، نصرة للإنسان. البعد الإنقاذي لإخراج الإنسان العربي المشرقي من فخ التلاغي القاييني، تنبطل نتلاغى مثل ما قايين قتل هابيل ونكفي هالأسطورة مش معروف لأيمتى، وندعو هذا الإنسان العربي المشرقي اليوم إلى التربية على قبول الحق في الاختلاف. وعندنا البعد الإصلاحي الداعي إلى تكوين أكثرية متحررة في دول المشرق العربي، قادرة على فرز إنسان مشرقي جديد يثمن الكرامة والحرية الموجودتين الديانتين الكبريين المسيحية والإسلامية. بأبعاد المشرقية الإنسانوية عندنا البعد المسيحي كقضية إسلامية بحكمتها المشرقية ترفع المسلمين أو تسقطهم. يعني أنا موجود هون، أنا قضية إسلامية، المسلم كيف بحكمته المشرقية يتعاطى معي أو يرتفع أو يسقط. أنا أكثر شيء نتهجر. بعد الأصالة المعبر عنه العيش في سبيل المعنى الساكن فينا، وتعوت حتى نقيم هذا المعنى على عراء الطوائف. أنا بدعيكم لأن نقيم هذا المعنى على الطوائف. البعد العقلي والإرادي عند الإنسان في الخيار الحر، والبعد العلمي الوراثي الرادع لرفض الآخر المختلف. متى اكتشف الإنسان البشرية الكائن في الجسم الإنساني والفاعل في تكوينه؟ بيكفي تقروا بعض الكتب عن الإرديتي تتبعدوا بقى نهوي عقلنا كلنا سوا ونعرف انه نحن هلأ اهل المشرق بكل، شوفوا الدراسات الاركيولوجية والدراسات على العظم الانسان من الف سنين، لما كنا ينقال عن 80-90% كنعانيين، احنا اليوم منا بقى هالقد. او اللي كان ينقال كل الشاطئ الساحل فينيقي لحد قرطاجة، نحن صرنا لما ما بيطلع بالجان ما بقى يطلع منه 20-30%. نحن هلأ ورثة لعالم كبير تارك جينات فينا، هذه الجينات ما ماتت كلها، عم نغذيها ونجددها بالعقل، العقل المنفتح اللي كانوا فيه. المصريين الفراعنة كانوا يجبروا أولادهم يتعلموا 3-4 لغات تيفهموا على البشر. الفينيقيين اللي اتهموهم انه هودي شعب تجار وما بعرف كذا، ما حدا أراهم بحقيقتهم، هو أكبر دبلوماسيين بالعالم، وين ما كانوا يروحوا يتاجروا ويجيبوا مصاري ويرجعوا ويعيشوا مبسوطين ولسانهم من أنظف الألسنة.
نحن حابين اليوم نصير هيك من جامعة الكولتور دوماس، نحكي شو مكان كله بفكر عنا وكله بيحكي عنا وكله بيقول أنا صوتك. لا، نحن عنا صوت، عنا البعد الاستثماري لكوامن الإنسانوية في التراث الفكري العربي والإسلامي. بحب لكم للي ما بيعرف أو يلي بيعرف ونسي، إنه أول كتاب بالإتيكا عربي كتبه عدي يحيى بن التلميذ يلي علمه الفارابي بزمان القرن التاسع والعاشر الميلادي. كانت المدارس يعلموا الناس بعضهم بدون ما يقولوا لهيدا انت جاي مسلم او جاي مسيحي، كانوا يعلموا بعضهم، وكان يحيى بن عدي قبل بول ريكور طلع منظومة لو تريتي أراب ديتيك يلي سميت لكم مصطلحاته أول ما بلش. لما بقول لكم أخطأت مدارسنا بحقنا، صدقوني بعد أبعاد المشرقية الوجودية الأبعاد طبعا البعد التنظيمي لتأمين العيش المشترك الهادف إلى أنسنة الإنسان. يعني ربنا بذاته قال إذا بتحبني وما بتحب خيك يعني ما بتحبني حل عني. فإذا ما بيصير كون أنا وحش مع خيي وروح صلي نهار الجمعة ونهار الأحد. فإذا الهادف إلى أنسنة الإنسان، وبالتالي إلى تقليص الوحش الغرائزي الكامن فيه. وقال له أكثر بالمشرقيين كانوا يعطوا ضوابط للناس، انت بدك تحكم الناس بدك تحول السلطة الى خدمة انسانية، مش بتحول السلطة تقطع راس الناس. العمل على ارساء مبدأ خلقي يسمح بالعيش الكريم، البعد العملي في اكتساب الغيرية الألتريتي في الأنا أنت والأنت أنا عن طريق معرفة الله وبناء المصالحة مع المسيحيين المشرقيين على قاعدة إسهاماتهم الزامية في الحضارة العربية. ما هي عاد المشرقية السياسية؟ أولا أبعاد المشرقية السياسية ببلش فيها بالبعد الوطني البعيد جدا عن مأسسة كيان سياسي لجماعة طائفية في بلد متعدد الطوائف دون سواها، ممنوع. وحده لبنان يكون فوق كل اعتبار، بس لبنان مش أكثر. البعد التعبيري في مفهوم الخصوصيات وتحويلها إلى تراث مشترك. يعني إذا أنا عندي خصوصيات وأخي في المواطنة عنده خصوصيات، نبطل نتعامل مع بعضنا أنا عندي خصوصيات وأنت خصوصيات، هيتوا هالخصوصيات كلها وتنضم بالشراكة وخصوصياتك خصوصياتي والعكس صحيح، نحولها كلها لتراث مشترك اللي انت بتعترف فيه خاص فيك، انا كمان بعترف لك فيه خاص فيك وفيه. والاعتراف بالتعددية كمصدر ثراء للعمل السياسي مش لتحصين الطائفة، إرساء إطار منظومة قيامة الوطن الإنساني الأبعاد والصون من حدة الاتهام بالاغتراب أو بالتبعية أو بالانغلاق
على الذات. أنا لا أتهم بالاغتراب وأنت لا تتهم بالتبعية، والآخر لا يتهم بالانغلاق على الذات. يعني بتقوقع بطيفته وعلى الدنيا السلام. شو أهداف هالمشرقية إذا نحن حبينا نتبنيها ونتبنى الكتب الموجودة والفكر الموجود فيها؟ اعتبار الشعوب المشرقية على اختلافها مجتمعا إنسانيا واحدا قادرا على العدالة والمساواة. ما في مفهومين لا أكثر. تجاوز اعتبارات راسخة نظهر من اعتبارات عتقت شأن الشعب المختار وخير أمة أخرجت للناس ونحن أفضل من غيرنا، واستبدال بوعي كامل لقيمة الإنسان كائنا من كان وأينما كان، والعودة إلى إحياء روح ميثاق المدينة، ميثاق الدولة الأولى التي أقامها نبي المسلمين، القائم على التحالف الوجودي المشرقي الأول. فإذا نحيي روح ميثاق المدينة من نبي المسلمين القائم على التحالف الوجودي المشرقي الأول بالمحافظة على الميثاق الوطني اللبناني والصيغة اللبنانية الفريدة. إحياء مجدداً لحلف الفضول، مصدر الحضارة الإنسانية قبل نشوء العلمانية في الآداب الحديثة. وما هو حلف الفضول؟ في القرن السادس عشية، يعني شيء تقريباً شيء 30 سنة قبل ولادة الإسلام، بيحصل مشكل لحدا بيجي بيشتروا له اغراضه، واهالي حدا من مكه من بني مكه ما بيدفع له مصرياته، بيروح احد شيوخ المدينه وبيقول له انا هيك صار فيي، انا غريب جيت لهون تبيع واشتري وهيك صار فيي. بيعملوا حلف بيسموه حلف الفضول، وبياخدوا قرار انه ممنوع ان يظلم في مكة اي انسان، او ان يستخدم عنف، او ان يأتي، سواء كان من المدينة او من خارج المدينة. وهيدا بيفرجيكم انه المشرقية اعتق حتى الروح الواعية اللي بتفهم بالعدل بالمساواة بالإخاء أبعد من الأديان وأعتق منها. ولازم بأهداف المشرقية نقطع كل العقد الجوردية، يعني كل النو جورديان، يعني هيدي قصة بترجع العقد الجوردية لإسكندر الكبير لما كان عنده مشكل كتير كبير وبده يحله، وحله مش هين وصعب، كان يقول ترانشي لنو جورديان، يعني تنقطع عقد الجوردية، يعني تناخد القرار الجذري، شو ما كلف ناخد القرار الجذري. فنحن اليوم بهيدا البلد نقطع العقد الجوردية وإشباع وإتمام شغف المشرقيين المسيحيين منهم والمسلمين للوحدة العابرة للانتماءات الضيقة. لازم يكون عندنا الطاقة اللي بتمنع خروج المسيحيين
وسائر الأقليات في المشرق العربي، من يبرود، من معلولة، من نينوى، من لحم، من بغداد، من دمشق ولبنان، والتي تخجل الآخر من أفعاله. لازم نعمل تفاعل مع التراث الفكري الكوني لتكون المشرقية الرافعة لثقافة المشرق العربي والإسلامي. وجماعيا كيفية إحياء المشرقية، رفض جماعي للذهنية التي تقوم على قيم تغذي التخلف وتغتزي منه ويتم تطبيقه. ولازم تطهير الذاكرة وطلب الغفران، كلنا أسأنا إلى بعضنا وكلنا مطلوب منا نطلب الغفران ونحقق الأنسنة ونفعل العدل. كلنا كمشرقيين مطلوب منا بناء البيت المشترك وهو الكنز الثمين لاتحاد المؤمنين، كي يعبروا من جسد الخطيئة إلى جسد النصر والمحبة الذي يشمل المسيحيين وغير المسيحيين من أولاد الله. 20 خلاصتي، إن المشرقية تنسحب على كل إنسان طالما دور النور والخميرة والملح والنفس في مجتمعاتنا، واجتهد في تفعيل القيم الإنسانية ونشر الفضيلة. وإن ارتبطت المشرقية بمسيحيي المشرق في انطلاقتها، إلا أنها بسلوكها تتجاوز الجماعة الفئوية سلوك حياة اجتماعي واسع. والمشرقيون اليوم أسر في بلدان المشرق العربي. الوصية: كونوا مشرقيين وقولوا راح نضل حبك، لأن الرسالة المشرقية هي حب. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا للذين يسيئون إليكم لتكونوا أولاد أبيكم. فإذا الرسالة المشرقية هي حب، وهذه آيتها، فتكون أيضا هي سلوك حياة. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وشكرا. دكتور هدى نعمة، ميرسي كتير على هالكلام الحلو. يعني فعلا عطيتينا، رجعتي روح المشرقية، رجعتي عيشتينا إياها وخليتينا بهالفترة الظلامية اللي نحن عم نمر فيها نرجع هيك نوعى شوي ونقول لا، هيدي أرضنا وهيدي جذورنا ولازم نتحرك ونبقى فيها وما لازم نفكر أبدا نتركها. ميرسي كتير بعد مرة دكتور هدى نعمة. ميرسي لكم ولاستماعكم ولوقتكم. ميرسي كتير.